مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تكوين وفي فيديو جديد من فيديوهات القناة. في هذا الفيديو سنعرفكم عن نبتة تنمو في فصل الربيع مع النباتات تسمى التفغة. في المنطقة ينادونها بالتفغة وفي المناطق المجاورة أيضا. كما تلاحظون تنمو في الأرض وهي على الشكل التالي: تنتزع بشكل بسيط وسهل بإحدى الآلات. طريقة تقشيرها سهلة كما تلاحظون: تنزع الخراشف ويحتفظ بالجزء السفلي منها بواسطة سكين، هي تشبه القرنيع. وتنمو فصل الربيع لذيذة جدا، ويمكن استعمالها مع السلطات، كما أن تذوقها بعين المكان في البادية يعطيها مذاق أجمل. إذن كما تلاحظون من تنمو بشكل كثير فصل الربيع. إذن هي نبتة تنمو بشكل طبيعي وتلقائي مثل نبتة الخبيز، مثل نبتة الخبيزة والترفاس وفقاع وإلى غير ذلك. إذن إخواني أخواتي، أترككم مع هذه المشاهد من البادية جميلة، وإلى فيديو جديد. لا تنسوا دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في القناة، وإلى فيديو جديد ممتع ومفيد، وإلى اللقاء.